ليش يا سبونج بوب؟ أنا شايف الرعب بعيونك، ليش أنا تشاكي؟ لا لا ما بدي أشوفك، والله أنك مرعب كتير، ابتعد اطلع من البيت تبعي. ما بدي، بتعرف أنا آخر واحد دخلت على منزله شو سويت فيه؟ ياما شو رح تسوي فيه يعني؟ اكيد انت رح تسلم عليه ويكون صديقك. نعم رح يكون صديقي لكنه هو شرير. ايش؟ انا سبونج بوب الشرير ورح اصير صديقك كمان يا تشاكي. ايوه هذا الكلام اللي كنت انا مستناه. ايوه طلع الطاقة الايجابية وادخل في الطاقة السلبية. يلا هاي سبونج بوب، انا من زمان نفسي تكون شرير، عندي خطط جهنمية لقاع الهمور. ياي حتى انا كمان بحب القتل، بحب اني اكون شرير جدا. انا معك صديقي تشاكي. يا سلام، اذا يلا اركب معاي في هذا القارب، دعنا الان نذهب الى مدينة قاع الهامور عشان نزرع الرعب في قلوب الملايين. هاي سبونج بوب انت الكل بثق فيك، انا بدي اخليك انت الكمين. أوه فكرة حلوة لأنه الكل بفكرني طيب، بس أنا الآن شرير. هاي كيف الخطة؟ كيف راح نسمم ونقتل الناس؟ أنا معايا هذولا بوشينات السم، بدي أضعهم بالأكل، في أحد هون ولا هون ببيع أكل. أكل؟ أنا بعرف الروبوت، بس هو المشكلة ما ببيع أي حدا لأنه هو ما حدا بيحبه. أوه عرفت مين؟ أنا عرفت، إيه لؤلؤة بتبيع البيتزا. تعالوا كلوا بيتزا. اوه ممتاز، اذا يلا يا سبونج بوب انت اللي بدك تشتغل، انت احكي لها بدك تشتغل معاها بالتوصيل واحنا بنرمي البوشينات السم عليه على البيتزا. اوه فكرة رائعة كثير، يلا رح نروح انا وياك ونتكلم معاها انه بدنا نوصل البيتزا، رح ناخذ الطلبيات. نعم يلا احكي معها انا هيني جالس بطلع عليكو. اوه اهلا سبونج بوب، شو بدك تاخذ البيتزا زي دايما وتوصله عشان تحصل على اموال اضافية من المطعم؟ نعم. يلا طيب انا رح اعطيك اليوم كراتين البيتزا عشان توصلها انت وصديقك. يا سلام حين ان نوصل لهذا ولهذا كمان. واو سبونج بوب زبطت. ياي يلا حط السم. يلا الان ما بدنا نحط السم امام عيونها. هي تعال معي بسرعة تعال معي. يلا عيني قادم. ايوه شوف كم كرتونة بيتزا. ممتاز، هاي واحدة هاي تنتين. يلا هينا احنا رمينا السم على البيتزا. يلا خلينا احنا الان بدنا نستخدم هذا القارب عشان بعديها نسرق الصخرة. ياي فكرة رائعة جدا. يلا الان مين اول واحد انت راح تعطي البيتزا مسممة؟ اوه مستر عضلات، لاني انا خايف منه، خايف من عضلاته بصراحة. اوه فكرة رائعة، علشان هو حجمه كبير ممكن هو يأذينا. اعطيه. اهلا وسهلا، اهلا هاي جبنا لك البيتزا. اوه بيتزا البروتين مع السام. أيو مات مستر عضلاته أخيرا. نعم مات هذا الغبي. يا سلام أنا فرحان كتير. إيه سامع؟ يلا هذولا كمان هذولا. إيه شكرا لكم، والله أنتوا أحباب، بس مين أنت؟ أول مرة بنشوفك.
ياي هيا زبطت معانا الخطة رقم 2. يلا سبونج بوب الشرير بدنا نوزع كمان وكمان بيتزا مسممة للجميع. يلا يلا الآن عين شفيق شفيق الغني أنا من زمان بكره أعطي البيتزا. هاي خد خد يا شفيق الغني يا سلام سممنا الجميع. واو يا سلام والله إنك وصلتوها بسرعة. تعالوا تعالوا خدوا الأموال تبعت التوصيل تعالوا. لا ما بدنا ما بدنا. غريب كيف ما أخذوا الأموال. طيب مع السلامة. بوم شوف كيف طفى عيصة جميع سكان قاع الأمور. وإحنا الآن مفكرين إنه إحنا رح نترك الفلوس. لا 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 رح نسرقهم. خد يا آي شو اللي بتسووا ليش هيك يا سبونج بوب ليش آي. يلا تعال اتبعني اتبعني سبونج بوب. يلا يلا عيني وراك قاعد بمشي وبطعن في الناس. وين الآن بدك تروح؟ بدي اروح زيارة عند صديقي. صحيح ايه صديقي ليش انت عندك اصدقاء هون؟ طبعا مين اكثر واحد شرير في مدينة قاع الهامور؟ يعني ممكن يكون الهولند الطائر. نعم هذا هو صديقي الرائع. هيا القارب تبعه هيا سفينته الباخرة تبعته موجودة في طوطايرة في غاباته. واو يلا يلا إذن خلينا نشوفه. حتى أنا راح أكون صديقي. أنا كنت بخاف منه بس الآن لأنه إحنا أشرار راح نكون أصدقاء. نعم وي يلا خلينا نصعد لعنده. ديلي بوتوان انا اول هولندي سبونج بوب شو تسوون؟ هاي ستوب 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 سبونج بوب الشرير تعرف عليه. ايه سبونج بوب الشرير. ايوه انا بطل. طيب يا هولندي ليش هيك انت يعني خايف وغاضب مني؟ انا حولت شاك الى شرير. والله رائعين جدا انت اسطوري يا تشاكي. نعم بعد شباك هيا اليوم احنا بدنا نعبي هذا الكنز ونطلع الاموال اللي فيه. طيب ماشي ماشي بس بدي اخليكم تلعبوا لعبة ما بصير تاخذوا الاموال مثل هيك. احكي لي شو هاي اللعبة. يلا الان خذوا القذائف. يلا تشاكي هاي شو رأيك الأموال اللي بنجيبها نشتري فيها أسلحة حتى نقتل فيها الأسماك وكل قاع الأمور. فكرة جهنمية والأفكار الجهنمية أنا بحبها كتير كتير. أيوة يلا تجيب كل هذول المدافع حتى نجمع أموال نشتري صاروخ أسلحة رشاشات ونقتل كل الأسماك. 100% سبونج بوب كلامك بجننة كلامك صحيح. ياي يا سلام رائع جدا. يلا خد المدفع وروح حتى نجمع الأموال. يلا بدي أنا أفوز في جميع التحديات. أنا هو تشك تشك تشاكي. شو هاي السرعة أسرع تنين بيجيبوا المدافع بالعالم. أكيد أسرع اثنين وأسرع اثنين راح يفوز بأكبر كنز في العالم. نعم يلا إذن هين بدي أضع هذا المدفع لازم تجيبوا الفلوس اللي طايرة. أوه هذا هو الاشي الجميل. ياي يلا يلا هاي أقل اشي بدي 150 أنا عشان أشتري لك صاروخ. طيب أوه طيب ماشي الآن أنا راح أجيب لك اللي بدك إياه. يوه أوه يا رب تجي. لا بعيدة كانت والله بعيدة. يلا اضرب هاي. ايوه زيك رائع. هاي النقاط الاسطورية. هاي انا راح انتقل. هاي جبتها. واو والله رائع جدا راح نصير اغنياء. طبعا راح نصير اغنياء راح نصير اغنى اغنياء العالم. هيني جبت لك 70 لحد الان لسه بالبداية. رائع والله انا عكت لك 150 اذا جبتهم راح اشتري لك صاروخ. اوه هاي جبت الاكس 2 كمان. والله رائع جدا. اوه يلا بدي اجيب البعاد بدي اجيب البعاد كثير 20. اوه لا واو
يلا يلا جيب هذولا، انت معاك الان قوة اسطورية. طبعا هاي القوة راح استغلها انا الان. يلا بدي اجيب على واحدة ومثل هيك. لا اوه قريبة. يلا عادي عادي، هيك انت اقتربت من الهدف. اول ما تجيبه راح نشتري صاروخ وننزله على المدينة. طبعا طبعا خلاص، انا ما بدي الاكس 2، بدي اجيب هذول اللي بعاد كثير. وي او ما اجت هاي. اوه عادي عادي يا صديقي، انت قرصان رائع، كله بمساعدة الهولندية راح نطلع المدافع من سفينته كمان. طبعا 100% كلامك صحيح، هيني جبت لك 120. واو هولندي، انت جاهز حتى تعطينا الكنز؟ اوه والله ما توقعتها، جاب 160، ما عمرها صارت حتى بالاحلام. اه والله قوي كثير كثير. يلا بوم واي، انا بدي اجيبها هاي، بدي احاول اجيبها هاي مثل هيك. مش قادر اجيبها الا من البدايه، بحاول اني اجيبها مش قادر. عادي عادي، انت جمعت ضعف ما بنحتاج، احنا راح نصير اغنياء وراح ندمر قاع الهامور. طبعا طبعا بام، انا بدي اجيبها. يلا روح على هلا لا. اوه قريب قريب، يلا هيو كم باقي يا هولندي؟ يلا 10 ثواني، يلا 10 ثواني. اوه يلا اخر 10 ثواني، يا بتاخد كل سكور يا بتخسر. يلا زي هيك، ياي سويناها. خد الاموال. اوه رائعين جدا جدا، انتو رفعتوا رأسي، انتو هم الشباب وشر المستقبل. شر المستقبل، ايوه هذا اللقب اللي بحبه انا. وانا كمان، يا سلام يا سلام، ها ها ها، فلوس فلوس.